السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حياكم في سوق واق. نسأل الله تعالى أن كان هالأسبوع أسبوع خير عليكم، عشان تبدون معانا إن شاء الله الخميس بخير وسعادة. عندنا حلقة اليوم وعندنا حلقة بكرة مثل ما عودناكم، إن شاء الله يا ربنا بحماس لأن منتخبنا اليوم يلعب، وكل هالقطر إن شاء الله واللي موجودين في قطر متحمسين مع منتخبنا إن شاء الله، وإن شاء الله يتحمسون مع برنامجنا برنامج حياكم في سوق واقف. بالبداية اللهم لك الحمد، بداية موفقة للمنتخب، 1-0 الجمهور متواجد في المنتخب، إن شاء الله يا رب الجمهور الباقي اللي قاعد يشوف المباراة وينسق إن شاء الله أنه يشوفنا مع المباراة. نسأل الله التوفيق لمنتخبنا مع منتخب الصين، 1-0 إن شاء الله يا رب ننطر النتيجة. قلبي مع المنتخب وقلبي معاكم، نسأل الله التوفيق للمنتخب. برنامجنا اليوم محضر لكم أسئلة جدا بسيطة وسهلة وحلوة وفيها معلومات والله العظيم جدا شيء غاسلتنا، إن شاء الله يا رب تكون خفيفة عليكم وأيضا معلومات تستفيدون منها مثل ما تعودنا مع بعض. برنامجنا عبارة عن 12 باب، أنت وحظك شو اللي يطلع لك وراء الباب. عندك باب سؤال على الطائر، سؤال على الطائر جائزته 1000 ريال، إذا ما جاوبت على السؤال وإن شاء الله الكل يجاوب راح ينتقل سؤال المتصل اللي بعده، فنتمنى من الجميع أنه يكون مركز معنا علشان نقدر نجاوب صح وناخذ الجوائز. عندنا بعد فقرة، الفقرة هذه راح تكون من اختياركم أنتم، تبي سؤال ولا تبي فيديو بخيرك علشان ما تقول صعب وتخسر معنا لا سمح الله، الكل إن شاء الله بيفوز ما حد راح يخسر. عندنا باب أيضا الحق ما تلحق، الحق ما تلحق سؤال سرعة، عندك 5 أسئلة، الجواب الأول 1000 ريال واللي بعده 500 ريال، تجمع معنا 3000 ريال. وعندنا باب ذهبي، الذهبي يبي له حظ لأن بين 12 باب سؤال واحد ذهبي فقط لا غير، جائزته 5000 ريال، 5000 ريال سؤال وتجاوب عليه. قلنا لكم أسئلتنا والله العظيم كلها سهلة اليوم، كلها سهلة، نبي الكل يجاوب، وأهم شيء تتصلون على 5 4 1 8 1، هذا رقم بدالة الريان لجميع البرامج، مسهلين عليكم علشان نبيكم تتواصلون معنا وتحفظون هالرقم 5 4 1 8 1. بالنسبة نهاية كل حلقة عندنا فقرة عكس، فقرة أجمل صورة لانستغرام، طبعا مثل ما تلاحظون اسمها عكس، اسم عكس هو اسم العكاس قبل اللي هو المصور، علشان كذا اخترنا لكم هالاسم هذا على أساس أننا نحيي الأسامي وأيضا نستفيد معلومات أسامي مصطلحات أنا وأنتم يمكن تكون جديدة علينا كلنا فنتعلم منها. وعندنا طبعا فقرة عكس 3000 ريال لأجمل صورة من سوق واقف، أهم شيء تعطينا صورة من سوق واقف، الوقت اللي تبي والصورة اللي تبي، ما حددنا معلم، ناس، الخيول، سوق الذهب، تدخل محلات، الكوفيات، كيفك، اختار لقطة معينة وارسلها لنا الوقت اللي تبي، الإضاءة اللي تخدمك، وإن شاء الله يا رب تربح معانا 3000 ريال. المشاركة عن طريق هاشتاق البرنامج، هاشتاق حياكم _ في _ سوق _ واقف، اسمك الثلاثي، تاج قناة الريان والهاشتاج، وتشيك على صورتك انها وصلت ودخلت الهاشتاج، وان شاء الله يا رب كلكم تفوزون معانا. اللي طرش صورة يحاول يتصل، عارفين ان في ضغط على الاتصالات وعارفين ان عدد كبير من الناس تبي يطلع لها خط لكن ما يطلع لها، ان شاء الله يا رب يطلع لكم خط، اهم شيء انك تحاول وتحاول وتحاول، اول شيء ما تزعل علينا، ثاني شيء ان شاء الله يا رب يخدمك خط وما تفقد الامل، لان احنا طمعانين في مشاركتكم والله العظيم، المشاركه مفتوحه داخل قطر برا قطر وين ما كنت، اهم شيء ان احد يشارك معانا ويفوز ونستفيد معلومات ونكسب اتصالكم الجميل. عارفين ان زحمه واتصالات ورغم مرات يطلع مشغول لكن والله العظيم نحاول نرد على الجميع. وعندنا اليوم استفتاحيه الحلقه بعبد العزيز، مرحبا بك يا عبد العزيز. يا هلا فيك، كيف الحال؟ يلا حيو، شلونك عبد العزيز؟ الله يعافيك، سلمك، اهنيك على البرنامج هذا الصراحة. على راسي يا عبد العزيز، على راسي، اهم شيء متابعتكم الطيبة يا عبد العزيز. عبد العزيز بس وقتك جامع المنتخب اليوم. لا ان شاء الله يا رب تنسقون، اهم شيء بشر فالخير، المنتخب 1-0 لحد الحين. ان شاء الله يا رب اول ما تسكر مني ربحان تحط على المنتخب الثاني على طول. كلنا ربحانين ان شاء الله. يا بعد راسي عبد العزيز، عبد العزيز قول لي اليوم مباراة المنتخب، الكل يمكن قاعد ببيته لكن بكره شنو جدولك؟ اليوم معذورين، معذورين عشان مباراة المنتخب، بكره شنو جدولك؟ ايش تبي تسوي؟ بكره عطلة بعد.
عقب صلاة الجمعة كده الجمعة بيت الشاي والوالد. الله لا يفرقكم إن شاء الله، قول آمين. الله يرحم والديك إن شاء الله. عبد العزيز بعد الله كريم طلع أنت أول متصل معهم وكذا. يا سلام عليك عبد العزيز، أهم شيء إنك تطلع عيالك ونسهم، هذا أهم شيء. اجتماعي اجتماعي. يا سلام عليك عبد العزيز، أهم شيء الاجتماعي. عبد العزيز هلا بك، حظك زين ولا منسدح؟ والله أقول لك هو منسدح صراحة، أول برنامج أشارك به هذا. أول برنامج الله يوفقك. الله يوفقك. زين إن شاء الله تكون باب خير عليك إن شاء الله يا رب، قول أمين. الله كريم، اسم قناتكم طيب الريان، بابنا باب الجنة، والله كريم. يا بعد راسي يا بعد راسي والله. الله يرزقك إن شاء الله بالفردوس الأعلى إن شاء الله. طلع البيبان قدامك على الشاشة، أنت أول متصل. أول متصل دائما تكون له يعني حرية الاختيار، وأيضا شوي إن البيبان كلها قدامه، أنت وحظك عاد يبي لها حظ هذه. حلو. يلا عبد العزيز البيبان قدامك على الشاشة، عندك من 1 إلى 12. شوف الباب اللي تحس إنه وراه سؤال الذهبي. والله يقول لك دائما كل فريق أحسن لاعب يكون رقم 10. كل أنت شكلك كروي درجة أولى. 100% وغرفاوي متعصب. يا سلام عليك يا سلام عليك، متعصب بعد. جدا. زين عبد العزيز أي رقم تبي؟ لا 10 توكل الله كل مرسم. بعد حظه زين عاد مرسم ولا لا؟ جاب لنا كأس الأمير كم مرة يا ولد. يا سلام عليك، إن شاء الله يا رب يجيب لك السؤال الذهبي، قول أمين. الله كريم، الله هو يحريه بعد. يلا استاهل، بطلع الحين ونشوف شلي ورا باب رقم 10، نقول افتح يا باب. السؤال الذهبي. والله ما في كيل عبد العزيز. أول برنامج تشارك وبعد. أول برنامج. لا أجل أمورك طيب أنت، خلاص توكل على الله، من عندنا نقول لك روح توكل على الله، ولا برنامج كلها إن شاء الله فايز فيها. وجهك طيب. الله يوفقك يا رب. طيب. يا بعد راس الله يرحم والديك عبد العزيز. عبد العزيز هلا بك، أنت الحين بيدك تربح 5000 ريال وبيدك الصلاة. يعني بيدي أطلع بيض وجه وبيدي. لا ان شاء الله انك ابيض وجه من اتصالك، والله العظيم عبد العزيز انك ابيض وجه، لكن عبد العزيز سؤال والله العظيم سهل سهل، دامك انت رياضي انا متاكد انك راح تجاوب عليه ان شاء الله. مستعد تسمع السؤال ان شاء الله؟ اذا على المنتخب بعد زين. لا هو مو على المنتخب، لكن شيء مهم جدا في قطر بعد، والله شيء مهم، وشيء شف فرحه المنتخب شلون كانت واحنا ننتظر 1-0 متحمسين، هذا الشيء حلو نفس فرحة المنتخب تقريبا. لا دام 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 يخص قطر اجل اكيد نعرفه. كفو كفو يا عبد العزيز، سؤالك يقول فعليك. من اعرق واكبر سباقات الفروسية بالعالم يقام في باريس برعاية وتنظيم قطر، شو اسم هذا السباق؟ يا هذا تو مخلص بعد تو. يا سلام عليك يا سلام عليك، عطني اسمه. كنا غوص النصر. غوص النصر. عطني الإجابة كاملة، أنت الحين أنا بحسب لك إياها صح، بس عطني إياها كاملة. هو برعاية تنظيم قطر، فش اسمه؟ اسمه سباق قطر غوص النصر. يا سلام عليك، مهرجان قطر. مهرجان قطر أيوة. النصر. والله العظيم والله العظيم انك جبتها صح، تستاهل. يا سلام عليك يا عبد العزيز، تستاهل 5000 ريال. عبد العزيز متابعين يا ابن الحلال وراحت علينا، وش اسمه احنا مشجعين طريف صار لنا كم سنه متابعين. الله كريم طريف. ان شاء الله اي والله طريف جابت ما قصرت، سنتين تاخذ الاول وهالسنه الله ما كتب نصيب، لكن اللهم لك الحمد وعوضناها بخيول العربيه الاصيله، عوضناها وخذنا الاول. دائما بيضينها قطر برا وداخل، دائما بيضينها. الله يرحم والديك عبد العزيز، بيض الله وجهك عبد العزيز على اتصالك، والف مبروك عليك خير. وترى حظك حظك زين مو منسدح، توكل على الله روح. الله زين. الله يوفقك يا رب، الف مبروك عليك، 5000 ريال والسؤال الذهبي راح من اول حلقه عند رجال ويستاهل ان شاء الله يا عبد العزيز، الف مبروك عليك. مشاهدينا الكرام خلوني أقول لكم المعلومة بشكل سريع، مهرجان قطر قوس النصر الفروسية يقام برعاية قطرية من عام 2008،
وتستمر حتى عام 2022 بتنظيم من نادي السباق والفروسية القطري ومؤسسة فرانس غالو الفرنسية. معنا فيصل. يا مرحبا فيصل. فيصل. نعم. هلا وغلا ومرحبا فيصل، شلونك؟ بخير الله يسلمك. هديت كبدك. نعم. فيصل كم عمرك؟ عمره 10 سنوات. 9 سنوات. 9 سنوات، الله يخليك يا رب العمر كله يا فيصل. فيصل من وين تكلمنا؟ من معاذر. مرحبا بهالمعاذر فيصل. نعم. شلون المدرسة معاك، زينة؟ اي صف انت؟ الرابع. الله يوفقك. شاطر ولا لا؟ شاطر. ايش تبي تصير اذا كبرت؟ طيار. الله يوفقك يا رب، كفو عليك. الله يوفقك. تشوف المنتخب ولا لا؟ اي. شاطر شاطر، شجع المنتخب، شاطر. بطلع لك البيبان قدامك على الشاشة. السؤال الذهبي راح، السؤال الذهبي راح. اختار عندك من 1 إلى 12، باب رقم 10 كان السؤال الذهبي وراح. اي 6. تبي اي باب؟ 6. شتوقع ورا باب رقم 6؟ يلا يجيبه. يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك. فيصل. نعم. قول بصوت عالي، قول افتح يا باب. افتح يا باب. الله يوفقك ونقول افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. فيصل. نعم. نعم الله عليك يا فيصل. فيصل بعطيك سؤال سهل. زين. تدري ليش؟ ليش؟ لأن عمرك 9 سنوات وبيض الله وجه من رباك، منطوقك طيب ورجاء كلامك طيب. الله يوفقك يا رب يا فيصل، وإن شاء الله نشوفك طيار. والديك بديت روحك. اسمع السؤال، سؤالك يقول في أي عام تستضيف الدوحة بطولة العالم للألعاب القوة، لألعاب القوة لذوي الإعاقة؟ ليه قلت لك سهل؟ ذوي الاحتياجات الخاصة. في أي عام تستضيف الدولة، دولة قطر، دوحة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة؟ بدون لا أعطيك اختيارات، حنا أي سنة؟ 2015. شنو الجواب؟ 2015. كم ربحت؟ 1000 ريال. 1000. مبروك عليك يا فيصل، 1000 مبروك عليك. أنا أشاكك فيصل. فرحان ولا لا؟ أنت ربحت معانا 1000 ريال، جاوبت صح. ها. أنت جاوبت صح، إجابتك الحين 2015 جاوبت صح، ربحت 1000 ريال. الله يرحمك ويرحم والديك. الله يرحمنا جميعا ان شاء الله. بيض الله وجهك وسلم على ابوك وقل له بيض الله وجهك يا ابا. زين زين. الله يوفقك، الله يوفقك يا فيصل، الله يوفقك، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني دائما ما نفرح برجالنا الصغار، ما نبي نقول اطفال، كلامهم الطيب، منطقهم الطيب، تبارك الرحمن على تربيتهم السنعه. الله يخليه ان شاء الله لاهله، وان شاء الله يا رب نشوفه طيار. المعلومة تقول طبعا سؤالنا كان في أي عام تستضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة؟ في عام 2015 ينظمها الاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 22 وحتى 31 أكتوبر الجاري، وتقام البطولة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة كبيرة بلغت 1400 رياضي يمثلون 100 دولة حول العالم. نوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا نوف. الله يرحمك. شلون يا نوف؟ الحمد لله تمام. شلونك؟ الله يسلمك. نوف من وين تكلمينا؟ من الغرافة. يا مرحبا في الغرافة، يا مرحبا ومسهلا. نوف. هلا والله.
لك بالكوره ولا لا؟ لي ليش الكوره. كم كم المنتخب؟ انا ما اشوف المباراه الحين للاسف. والله اظني 1-0 لقطر. اي الحمد لله اظني ولك بالكوره كذا كذا ما لك بالكوره. لا كذا اوكي خلاص كذا سامحنات دام غيرتي علشان سامحنات. طيب نوف البيبان بتطلع قدامك على الشاشه، كنت حاطه ببالك رقم قبل لا يجيك الدور في الاتصال؟ انا كنت ابي 10 لاني مواليد شهر 10 بس راح علي نصيب نصيب. يلا ناخذ طيب. 5 تبين باب رقم 5 شو تتوقعين ورا باب رقم 5؟ ان شاء الله حق ما كل حق. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. شوفي هي مساله حظ، المتصل الاول اصطفت معه علشان لاعب يحبه في الغرافه خذ باب رقم 10 وطلع السؤال الذهبي يقول جاب لنا الكاس. الحين نفتح باب رقم 5 ونشوف شو اللي ورا الباب. افتح يا باب. الحق ما تلحق الحق ما تلحق. نوف جت على ما تتمنين. الحمد لله. حلو يلا جات عوض الحين الحق ما تلحق، بس اهم شيء شنو؟ السرعه. اهم شيء شنو؟ السرعه. السرعه وبعد جاوبين صح اركز عليك. هذا يعني ساعدني بطريقه غير مباشره. طيب دبلوماسيه زين. طيب ولا يهمك زين. عندك دقيقة، 5 أسئلة، الجواب الأول ب1000 ريال اللي بعده 500 ريال، ركزي بالأسئلة وإن شاء الله يا رب تفوزين. يلا نتوكل على الله، تبدأ دقيقة؟ إن شاء الله. تبدأ دقيقة. يعتبر فندق النجادة تحديث لبناء شيد في الأصل في عام 1930، صح أم خطأ؟ صح. 1000 ريال، تتميز محمية الذخيرة بأشجار القرمة الدائمة الخضر صيفاً وشتاء، صح أم خطأ؟ صح. 1500 وخلت واثقة. يوجد في سوق واقف سوق خاص للفواكه بمختلف أنواعها، صح أم خطأ؟ يا سلام عليك. احتلت قطر المركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، صح أم خطأ؟ صح إن شاء الله. وجابتك صح، فاز الجواد المرتجز ملك الشقب ريسنج بكأس قطر العالمية للخيل العربية الأصيلة، صح أم خطأ؟ صح. خذيتي 3000 ريال وبجدارة، تستاهلين وألف مبروك عليك يا أختي، ألف مبروك 3000 ريال. تستاهلين. الله يعافيك، ألف مبروك عليك. يعتبر فندق النجادة تحديث البناء شيد في الأصل في عام 1930، صح أم خطأ؟ صح. تتميز محمية الذخيرة بأشجار القرمة الدائمة الخضر صيفا وشتاء، صح أم خطأ؟ صح. طبعا محمية الذخيرة تقع في الشمال الشرقي لقطر، ومثل ما قلنا تتميز بالأشجار وأيضا بتنوعها البحري وبأشجار القرمة الدائمة الخضر صيفا وشتاء. يوجد بسوق واقف سوق خاص الفواكه، خطأ. احتلت قطر المركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، صح أم خطأ؟ صح. هذا الجواب اللي قلته أنا في السؤال الذهبي. فاز الجواد المرتجز ملك الشقب بكأس قطر العالمية للخيل العربية الأصيلة، صح أم خطأ؟ صح. طبعا وذلك في مهرجان قطر قوس النصر. الحين نطلع معاكم فاصل. شفتوا أسئلتنا كانت جدا سهلة وبسيطة وفيها معلومات قيمة ومعلومات يجب ألا ننساها. بنطلع معكم فاصل قصير وبعدها بنرجع لكم مع أسئلة جديدة، خلكم معنا. We'll be right back.
رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، حياكم الله جميع مشاهدينا ومستمعينا الكرام. اليوم محلنا شوي مثل ما تشوفون غيرنا لكم شوي. اليوم محلنا هو معرض الزبير لصناعة العود وأيضا تصليح الآلات الموسيقية. موجود المحل هذا في سوق الحرف، طبعا في صناعة عود صناعة محلية وأيضا أي آلة موسيقية ممكن أن تصلحها في هذا المحل. أذكركم هاشتاق البرنامج هاشتاق حياكم اندرسكور في اندرسكور سوق اندرسكور واقف. طبعا يا جماعه خلونا نتكلم بشكل بسيط بس قبل لا ناخذ اتصال. قبل شوي قاعد اشيك على انستغرام قناه الريان وعلى حياكم في سوق واقف، لقيت تحت مكتوب مشغول 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 ما حد يرد. انتم يمكن تتصلون في نص البرنامج، في ناس تتصل من بدايه البرنامج يمكن قبلها ويمكن انتم بعد تتصلون معاهم، لكن تشابك خطوط. عندنا 9 خطوط قاعد والله نحاول نرد على الكل، والله العظيم صدقا قاعد نحاول نرد على الكل بس الكل يتصل بنفس الوقت. اللهم لك الحمد وهذا شيء يشرفنا. حاولوا حاولوا وسعوا خاطركم ان شاء الله يا رب رد عليكم كلكم. الحين خلونا ناخذ اتصال من معانا. منيره. منيره السلام عليكم. وعليكم السلام منيره. هلا حياك الله، شلونك منيره؟ خير الله يسلمك. من وين تكلمينا؟ من المعذر. منيره ولا منيره؟ نفس الشيء صح؟ ايه. قولي لي اسمك. منيرة. منيرة صح؟ ايه. حلو منيرة يعني صح تمام، اهم شيء ما غلط بساميكم تزعلون علي. طيب منيرة من وين تكلمينا قلتي لي؟ المعيذر. يا مرحبا بهالمعيذر، يا مرحبا ومسهلا دائما هالمعيذر والمناطق اللي حول المعيذر، الريان وايضا السالية دائما ما يكونون هم اكثر ناس يتصلون، نبي منافسة بين المناطق وكلهم يتصلون. الحين بعد بيزعلون يقولون نتصل بس انتم ما تردون، لكن ان شاء الله رد على الكل. منيرة الباب الذهبي راح، كنت حاطة ببالك باب رقم 10 ولا لا؟ لا كنت بختار رقم 1 بس للحين ما راح. بس للحين ما راح، طيب حلو، زين للحين ما راح، خلينا نشوف شنو حظت. بطلع بيبان قدامك على الشاشة. كيفك؟ تبين واحد تبين تغيرين كيفك؟ أي باب؟ ثمانية. ليش غيرتي؟ ممكن تجيبين واحد؟ ليش غيرتي؟ بس كنت محتارة بين ثمانية واحد. طيب ما في مشكلة، تبين باب رقم ثمانية؟ إيه. زين قصري على صوت التلفزيون لأن الصوت يطلع متأخر مثل ما أنت تسمعين. طيب. قصري على صوت التلفزيون سمعيني من التلفون. باب رقم ثمانية، نفتح الباب؟ إيه. افتح يا باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. زين تبيني أسأل السؤال سهل صح؟ ايه. زين سؤال سهل وسألناه من قبل، تابعت البرنامج من قبل؟ ايه. زين سؤالك يقول كم تبلغ عدد فنادق سوق واقف؟ كم يبلغ عدد فنادق سوق واقف؟ سبعة. فوق، كم يبلغ عدد فنادق سوق واقف؟ المعلومة هذه كذا مرة قلناها أكثر من مرة، يمكن السؤال نفسه أصلا عادي لأنه جد شيء جدا مهم. ثمانية. حتى قربتي قربتي سبعة. قربتي مفروض لا قربتي ترجعين سبعة وأنا بالبداية سمعت تسعة. سبعة وقلت لا. زين تسعة حلو متأكدة ثبت خلاص؟ ثبت. زين شوفي أعطيني اسم على الأقل فندقين، أنت جابتك صح وخذيتي الألف ريال أبشرت، لكن أعطيني اسم على الأقل فندقين على أساس بس يطيب خاطري يعني لأن المعلومة قلناها 100 مرة. فندقين بس، اي فندقين يخطرون ببالك؟ فندق سويس. فندق شنو؟ سويس بالهوتيل. سويس؟ هذا مش في سوق واقف. ابي فنادق سوق واقف. فنادق سوق واقف؟ اي اعطيني اثنين منها. طيب ممكن تساعدني؟ اساعدك؟ اساعدك؟ انت الحين ربحتي 1000 ريال. زين شوفي
ربحتي 1000 ريال وتستاهلين، والإجابة هي 9 فنادق. لكن لا تنسين هالمعلومة، أنا بذكر أسامي فندق فنادق سوق واقف، لا تنسين المعلومة. مبروك على تمنيرة، ألف مبروك. عدد فنادق سوق واقف 9 فنادق: الجسر، المرقاب، نجد، الرميلة، البدع، مشيرب، النجادة، الجمرك، إضافة إلى فندق بسم الله التاريخي. أول فندق بسم الله، آخر فندق افتتح هو فندق نجد، فندق بسم الله أقدم فندق، فندق نجد أجدد فندق. ألف مبروك عليك عليك يا منيرة. ومعي عبد الهادي، حياك الله يا عبد الهادي. الحمد لله. يا مرحبا وسهلا عبد الهادي، شلونك يبا؟ خير. انا اقول هل السيليه ومعيد الريان دائما ما يتصلون. مرحبا بك عبد الهادي، كم عمرك؟ 8. العمر كله يا رب، العمر كله. والله اني احب هالمشاركه هذه، والله العظيم اني احب هالمشاركه. يا مرحبا بك عبد الهادي، احبك. فديت كبدك، انا اموت فيك. فديت روحك عبد الهادي. نعم. عبد الهادي، اذا كبرت ايش تبي تصير؟ ها عبد الهادي؟ شرطي. شرطي متواضع، ان شاء الله تصير ضابط وعقيد وعميد وكل شيء. قول ان شاء الله. تسمعني عبد الهادي؟ لا. زين عبد الهادي، بطلع لك البيبان قدامك على الشاشه، عندك من 1 إلى 12، اختار لي باب. اي باب تبي؟ ثلاثة. باب رقم 3. عبد الهادي يقول بصوت عالي: افتح يا باب. 3. لا، قول افتح يا باب. افتح يا باب. جيد روحك يا عبد الهادي. سؤال على الطاير عبد الهادي. نعم. نعم الله عليك، بديت روحك. قول لي عندك خلي قصرون على التلفزيون، وانت بس اسمعني من التلفون، ما عليك منهم، انت بتربح، انت خلاص فايز معنا، بس خليهم يقصرون على صوت التلفزيون، اسمعني من التلفون. عبد الهادي. نعم. ديت قلبك. سؤالك يقول: كم مره فازت البرازيل بكاس العالم؟ عبد الهادي. نعم. تحب الكوره؟ ايوه. قول يا رب يفوز منتخبنا اليوم. يا الله يفوز. امين يا رب. زي عبد الهادي، كم عدد اصابع يدينك الواحده؟ 5. زين، كم مره فازت البرازيل بكاس العالم؟ 5. شاطر شاطر، والله انك شاطر. شلون عرفت؟ مني اصابعي. فديت اصابعك. الله يحفظك يا رب يا عبد الهادي، والف مبروك، ربحت 1000 ريال. استانس. جزاك الله خير. فديت والله روحك، جزاك الله خير، انت اللي اتصلت واسعدتنا وشرفتنا باتصالك عبد الهادي. الله يحفظك ان شاء الله ويخليك لاهلك ذخر. الله يحفظك يا عبد الهادي. جميل جميل هالمشاركه، يا جماعه خلوهم يشاركون. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا ابو جاسم. مرحبا يا هلا، اخبارك؟ الله يسلمك، شحالك طال عمرك؟ والله بخير. من وين تكلمنا؟ من ريان. يا مرحبا بالريان، يا مرحبا. شفتوا المنافسة يا جماعة الخير، أنا قلت من قبل شوي ريان سالية معذر، دائما ما يكونون أكثر ناس يشتركون معانا، يا حظهم زين يا منهم مشتغلين على البدالة صح. بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم جميع. أبو جاسم. نعم. نعم الله عليك. سؤال الذهبي راح من أول الحلقة. أي نعم. لكن للحين عندنا الحق ما تلحق 3000 ريال، وعندنا سؤال على الطائرة 1000 ريال. خلنا نشوف حظك، البيبان قدامك على الشاشة. إن شاء الله الحق ما تلحق. إن شاء الله يا رب، ليش لا؟ هذا البيبان قدامك. طلع لي الحق ما تلحق. إن شاء الله نختار 9. 9، ليش قلت كذا 9 بصوت واطي؟ أحسك متردد منه. لا بس والله. ما أدري. طيب. والله انا لو ادري كان قلت لك
لا تختاره، انا اعرف نفسي لازم اساعد، فاذا عرفت اللي ورا البيبان بساعد، فالحمد لله اني ما ادري ايش اللي وراها. يلا نفتح الباب تفضل، عمرك تروحك. باب رقم 9 نقول افتح يا باب. سؤال على الطائر، سؤال على الطائر. زين سؤال سهل روح. تبي سؤال ولا فيديو اول شيء؟ لا سؤال سؤال. تمام سؤال حلو حلو. زين قلت سؤال، انا قلت لك سؤال سهل. زين سؤالك يقول اين تقع جزيرة ام النمل؟ مش في قطر، من الحين اقول لك مش في قطر، لكن ام النمل اكيد انها في الخليج من الاسم. اين تقع؟ يمكن في الكويت. اخي ايش معنى يعني اخترت الكويت؟ والله ما ادري يعني حسيت. احساسك خطير انت ترى. اي والله. يقول لي والله ابو جاسم. لا يا اخي ليه ليه احسك متوهق ليه؟ لانه ما داني سؤال على الطاير. ليش طيب؟ زين تتوقع انك فزت ولا لا؟ بصراحه والله ان شاء الله. انا ثبتت الاجابه. اول دوله فكرت فيها الكويت، كنت بقول الامارات بس قلت لا الكويت. زين يعني ما ادري ايش اقول لك صراحه، لاني انا ثبتت الاجابه خلاص عرفت. ف شلون؟ اقول انا متحدي. وجاسم تدري اني انا اقول لك ثبت معناته اجابتك صح، يعني ما راح اقول لك ثبت واجابتك غلط، صح ولا لا؟ صح. المبروك عليك، تستاهل. تستاهل يا محمد، بيض الله وجهك. طبعا بيض الله وجهك حبيبي. طبعا اليوم حبينا نعطي معلومات عن الدول اللي حولنا، وان شاء الله يا رب كل فتره وفتره بندخل لكم سؤال عن اي دوله شقيقه قريبه منا، وايضا عشان نستفيد من المعلومات. جزيره ام النمل تقع في الكويت، طبعا يقال انها سميت بهذا الاسم لكثره تواجد النمل فيها صيفا، فيها نمل في الصيف، اللي يحب يحب النمل يروح جزيره ام النمل في الصيف. دانا دانا. نعم نعم الله عليك يا دانا. دانا من السيليه، انا قاعد اشجع اهل السيليه والريان ومعيدن عشان اتصالاتهم واجد، فانت خليك متحمسه معي. طيب ان شاء الله. طيب يا دانا، دانا انت قاعد تسمعيني من التلفزيون ولا من التلفون؟ تلفون. حلو، اذا لان التلفزيون صوته عالي قصري عليه واسمعيني من التلفون ان شاء الله. وعلي لي صوتك شوي. وين الحماس يا دانا؟ وين الحماس؟ ماشيين حلوين، لازم حماس. طيب يا دانا ان شاء الله. زين البيبان تطلع قدامك على الشاشة، عندك 1 2 4 7 11 12. 2 ان شاء الله. 2 دانا اعتقد اذا طلع لك الحق، ما تلحق ما ظنيت بتلحقين لانك بطيئة ترى. ها نفتح الباب؟ نفتح الباب؟ ان شاء الله. توكل على الله وعلي لي صوت جدانه وافتح يا باب. الحق ما تلحق. الحق ما تلحق. الحين عادي دانا، انا قلت يمكنك ما راح تلحقين لانك تاخرين بالرد، فنشوف الحين هذا صار شبه تحدي بيني وبينك. تجاوبين بسرعه وتاخذين 3000 وتجاوبين صح ولا لا؟ ايش رايك دانا؟ نعم دانا، قبل لا نبدا يعني انا قاعد اكلمك ما تردين الا متاخر، هل انت تسمعيني من التلفون او يعني ركزي معي على اساس ان انت ما تخسرين 3000 ريال ان شاء الله. دانا خلت سريعة، عندك دقيقه فقط لا غير، اذا خلص الوقت بالسؤال الاول بوقف. كيفك؟ نبدا. بدت الدقيقه. منتجع الغارية يقع جنوب البلاد، صح أم خطأ؟ خطأ. 1000 ريال. فن القلطة من أبرز أنواع الفن التشكيلي، صح أم خطأ؟
خطر. يا سلام عليك. حصدت فنادق سوق واقف 5 جوائز خلال حفل توزيع جوائز الفنادق الفاخرة العالمية الذي عقد في جنوب أفريقيا المرة الأولى في ديسمبر الماضي، صح أم خطأ؟ صح. يا سلام عليك. الجساسية سلسلة جزر تقع جنوب البلاد، صح أم خطأ؟ صح. جابتك غلط، ركزي معاي. ينظم مركز سوق واقف للفنون دورات في فن المسرح، صح أم خطأ؟ صح. حرام عليك، قاعد تسوي لك خطأ، تقولي صح. جابتك غلط، جابتك غلط، لكن 3000 سؤالين غلط، 50 من 50 ألف ريال، ربحتي 2000 ريال. ألف مبروك عليك، 2000 ريال. طبعا الحين ما أدري نلحق ناخذ اتصال بعد ولا نطلع فاصل؟ لا خلونا نطلع فاصل، نريح شوي. عندي بعض الأسئلة لحد الحين، عندي الحق ما تلعق وعندي على الطاير. شدوا حيلكم، بنطلع فاصل بسيط، والفقرة هذه الفقرة الأخيرة، بناخذ اتصالات وأيضا نعلن الفائز في مسابقة عكس. خلكم معانا، شدوا حيلكم. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. انا قاعد في المحل وقاعد اسمع الاجواء برا في سوق واقف، سواء من الاغاني او من اجواء الناس اللي موجوده هنا. ما شاء الله نشوف زحمه شوي في السوق، الجو بدا يتعدل الحين الحمد لله يا رب. ان شاء الله نشوف شتاء مميز ان شاء الله على دولتنا الحبيبه قطر. فنتمنى من الجميع زياره سوق واقف. سوق واقف اجواء غير مهما رحت وين ما رحت، لان كله مباني تراثيه في حلة جديدة، مطاعم مختلفة، أجواء غير. والمميز فيه دائما زيارة إخواننا من دول الخليج ومن العالم كله. دائما هذا الشيء اللي أنا أشوفه بعين إنه يميز سوق واقف، غير طبعا الأجواء الخيالية اللي فيه والمباني الجميلة اللي فيه. فأنصح الجميع أنه يزوره سواء قطر ولا برا قطر. خلونا نرجع لبرنامجنا وخلونا ناخذ اتصال الحين. معانا منو؟ وضحة، حياة الله يا وضحة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ايش حالك يا وضحة؟ الحمد لله طيبة. مرحبا بك وضحة، من وين تكلمينا؟ طيب جلس طيبة، من وين تكلمينا؟ يا سلام عذر، شفتوا اليوم اتصالات كلها معذر، سيلية، ريان. يا مرحبا ومسهلا، يا مرحبا والله ومسهلا. وضحة؟ نعم. نعم الله عليك، كنت حاطة باب بالك وراح؟ لا والله يعني ما بعد حطيت في بالي أي رقم. حلو، طيب واضح انت اول مره تشاركين معنا ولا لا؟ اي نعم اول مره. كم صار لك الامانه يعني كم صار لك تحاولين تتصلين؟ والله الصراحه من قول يمكن تقريبا من بدايه البرنامج. حلو، كنتي زعلانه علينا صح؟ اكيد. لا يعني لا، ايش داعي من اللي يزعل عليكم؟ الله يرحم والديك ويرفع قدرك، اهم شيء طلع لك خط، اللهم لك الحمد، وان شاء الله يا رب دائما ما يحالفك الحظ. الحمد لله. طيب الحمد لله. واضحه البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، بقى عندك 1 وبقى عندك 4 و7 و11 و12، أي باب تبين؟ أبيك أنت اللي تختار لي الباب. والله العظيم أنا أعرف حظي، أنا حظي مو زين ترى والله، أحيانا حظي يخوني. فأنا لو أختار يمكن أبطل باب يطلع فاضي، أعرف حظي، خلص أنت اختار يا زين. لا لا عادي أنا راضي. والله لو ادري وش اللي ورا البيبان كان اخترت لك الزين، لك والله ما ادري. انا ابي الحق ما تلحق، ابيك انت اللي تختار لي الرقم. والله العظيم ما ادري وين، والله ثم الله وما حلفتيني اني ما ادري وين، والله ما ادري ايش اللي ورا البيبان. ها تبين بعد المشكله البيبان طالع ولا كان مريت الورقه؟ والله ما مكتوب فيها شيء، بس ارقام البيبان. طيب اختاري انت، اختاري انت، انا لا تخيروني.
ها والله الصراحة محتارة بين ويش ويش؟ بين رقم 11 و12. طيب شوفي انت شو اللي تحسينه اوكي اختاري. خلاص رقم 12. عسى ربي يوفقك ان شاء الله ويطلع لك الحق ما تلحق. قولي امين. امين. يلا نقول بسم الله وافتح يا باب. سؤال على الطاير. ليتني اوضح ادري ايش اللي ورا البيبان واقدر اختار لك. والله لاختار لك، والله العظيم كنت اختار لك. سؤال على الطاير. زين تبين فيديو ولا تبين سؤال؟ سؤال. طيب سؤالك يقول النجادة والجسرة والرميلة ومشيرب والمرقاب في أي عام تم افتتاحها؟ أعطيني تواريخ. 2000 اللي ذكرتها طبعاً، 2000 سوق واقف، في أي عام تم افتتاحها؟ النجادة والجسرة والرميلة ومشيرب والمرقاب. في أي عام؟ في أي عام تم افتتاح هذه الفنادق؟ النجادة والمرقاب ومشيرب والرميلة. أعطيني تاريخ، قولي لي تاريخ، ما أنت عازة أي حد. والجسرة أعطيني تاريخ. 6. قولي يمكن تصيب. لا 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 جديد جديد شوي جديد. 2014. شوي نقصي. النجادة والجسرة والرميلة ومشيرب والمرقاب في أي عام تتحو؟ 2012. طيب واضحة متأكدة أنت؟ إن شاء الله. من اللي ساعدت؟ أخوي. طيب إذا فزتي بالألف تعطينا شيء منها؟ شيء أكيد. طيب ألف مبروك، ربحتي 1000 ريال. ألف ألف مبروك، ربحتي 1000 ريال، وإن شاء الله يا رب يحالفك الحظ معانا ويطلع السؤال الذهبي. قولي آمين. آمين. ألف مبروك عليك. جابر. مرحبا بك والله ومسهلا، حياك الله يا جابر. جابر من معيذر. يا سلام عليكم، مبدعين والله يا المعيذر والريان سلية. حياك الله يا جابر. جابر مرحبا. شكلك راعي طيور صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. مجهز الموسم؟ إن شاء الله. تبي حمام فخره ولا تبي تقنص لحالك؟ لا حمام فخره. الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. فالك ذيك الحمراء اللي لها عوام ما انصادت. قول امين. امين ان شاء الله. طيب البيبان بتطلع قدامك على الشاشه. 1 4 7 11. اي باب؟ والله ما ادري اي باب. اختار رقم 1. توكل على الله. 1 1. باب رقم 1 افتح يا باب. سؤال على الطائر. ما ادري ايش فيها سؤال على الطائر اليوم. طيب زين سؤال على الطائر. تبي فيديو ولا تبي سؤال؟ اعطني سؤال. طيب ابيك تركز معي. سؤالك يقول ما هو اول مسجد بني في الاسلام؟ طبعا هذا اخر سؤال بعد فيديوهات يعني اخر سؤال بقى معي، عشان كذا ما دورت لك غيره ما في الا هو. يقول لك ما هو اول مسجد بني في الاسلام؟ مسجد قباء. السلام عليك. واثق يا اخي؟ اكيد واثق. منك ولا من عم جوجل؟ لا لا مني. بيض الله وجهك. احسنت احسنت، بيض الله وجهك احسنت. الف مبروك، تستاهل والله 1000 ريال. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه يا جابر. مسجد قباء اول مسجد بني في الاسلام واول مسجد بني في المدينه النبويه، ومن حيث الاولويه فان مسجد الحرام اول بيت وضع طبعا للناس، ومسجد قباء اول مسجد بناه المسلمون. يقع المسجد الى جنوب من المدينه المنوره. جميل دائما يكون عندنا تاريخ او معلومات عن تاريخنا الاسلامي، جميل جدا والله العظيم، شيء يفرح.
الحين يمدينا اتصال بعد. أم فيصل، أم فيصل، أم فيصل معانا؟ ما أسمع أم فيصل، إذا تسمعني أنا ما أسمعها. أم فيصل يا جماعة، أم فيصل معانا على الخط؟ انقطع الاتصال للأسف. خلنا نشوف، خلنا نشوف، نحاول نرجع نتصلها أو ناخذ اتصال ثاني. طبعا يا جماعة الخير، أهم شيء، أهم شيء يا جماعة أن أنتم جد المعلومات هذه ما تفوتنا، والله العظيم هذا هدفنا من البرنامج، أن أنتم تشاركون ونسمع الأصوات الطيبة هذه ونشوف المشاركة الجميلة منكم. وقناة الريان والله العظيم هذه قناتكم، هذه قناتكم قسما بالله، وما يسعدنا صراحة إلا مشاركتكم واتصالاتكم معنا، وراكم على العين والرأس، ودائما ما نطمح للتطور والتقدم إن شاء الله من آرائكم ومشاركتكم معنا. وأهم شيء أسئلتنا لا تنسونها، أرجوكم رجاء لا تنسون أسئلتنا وجوبتنا. غالية من السيلية، لا اليوم الحلقة صوب السيلية ومعيد الريان. غالية، ألو، مرحبا وسهلا، هلا بغالية. غالية هلا هلا، شلون تسوى طيبة؟ بخير الحمد لله. كم عمرك سديت؟ 12. العمر كله يا رب، العمر كله. هذه صراحة أجمل حلقة بالنسبة لي اليوم، كسبت 3 اتصلوا لي. غالية هلا، ايش تبين تصيرين اذا كبرتي؟ يلا هذه اسئلتي اليوم انا، ايش تبين تصيرين اذا كبرتي؟ دكتورة. يا رب يا رب، قولي امين، الله يوفقك يا رب. يلا يا غالية، البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، عندك 7 و4 و11، اي باب تبين؟ 7. 7، ايش تتوقعين؟ تلحق ما تلحق. يا رب يطلع الحق ما تلحق يا رب. يلا افتح يا بابي رقم 7. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. غالية هلا هلا. غالية هلا، اسمعيني يا غالية، عندك 5 اسئلة لازم تكونين سريعة، تجاوبيني صح ولا خطأ. كم تربحين اذا جاوبتي صح؟ كم تربحين؟ 3000 ريال. زين، اهم شيء تركزين صح؟ ان شاء الله. واهم شيء تسمعين وش اقول صح؟ نعم. يلا خلت من اللي عندك وركزي معاي في التلفون، ما عليك من اللي عندك، ركزي معاي انا. زين، يلا مستعده؟ مستعده؟ قولي نعم. يلا بدأت الدقيقة. المراداة فن تراثي خاص بالرجال، صح أم خطأ؟ خطأ. 1000 ريال، الذي يغطي به وجه الصقر يسمى البرقع، صح أم خطأ؟ صح. شاطرة. الديين من أبرز أدوات الصقار، صح أم خطأ؟ خطأ. يا سلام عليك. عزف النشيد الوطني الحالي لأول مرة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 1996، صح أم خطأ؟ خطأ. صح، جابتك غلط. ركزي. تعلم كيفية التسريج اللي هو السرج أمر هام لكل من يود الغوص، صح أم خطأ؟ خطأ. يا سلامي عليك، يا سلام عليك، ألف مبروك، 2500 ريال، ألف مبروك، 2500 ريال، تستاهلين. بس خلوني معلومة واحدة بس لأنها جدا مهمة والله العظيم، ولا خلنا نقرأها كلها، خلنا نقرأها كلها دام عندنا وقت. المرادة فن تراثي خاص بالرجال، صح أم خطأ؟ خطأ. المرادة فن تراثي خاص طبعا بالفتيات وجزء من تراثنا أكيد، الذي يغطي به وجه الصقار ويسمى البرقع معروفة. الدين من أبرز أدوات الصقار، صح أم خطأ؟ خطأ. الدين هو سلة مصنوعة من خيوط متشابكة يعلق بها أو يعلقها الغواص على رقبته على أساس يجمع فيها المحار والأصداف. المعلومة هذه. عزف النشيد الوطني الحالي لأول مرة يوم السبت
يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 1996. معلومة جدا مهمة، إجابة صح. تعلم كيفية التسريج اللي هو السرج أمر هام لكل من يود الغوص، خطأ. السرج طبعا الخيل. عندنا الحين فقرة عكس، وبنعلن عن الصورة اللي فازت معانا ب3000 ريال. بنشوف الصورة، وترى أنا ما اخترتها، أدري أنا صراحة أحب الخيل بس والله ما اخترتها، توني أشوفها. صلاح سعد الحمد، ألف مبروك عليك، ربحت معانا 3000 ريال. صلاح سعد الحمد، طبعا الصورة من اسطبل الخيول اللي موجود في طرف سوق واقف مقابل مسجد الشيوخ. طبعا قلنا لكم ان الصورة اهم شيء انها تشمل سوق واقف، جميع الاماكن اللي موجودة سوق واقف حتى لو كانت الاطراف. ألف مبروك. نذكر ان بكرة عندنا ايضا حلقة من برنامجكم حياكم في سوق واقف، وكل خميس وجمعة. ما عليكم الا انتم تتصلون 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1 تقريبا قبل لا يبدأ البرنامج بعشر دقائق نبدأ نستقبل اتصالاتكم. نسأل الله انه يوفقكم، نشوفكم على خير بكرة ان شاء الله في نفس الوقت. السلام عليكم.